يعني حلو لما هيك نتعرف على يعني الطريقة اللي عن جد بيطلعوا لنا فيها كل شيء نحن بنتناوله بالزهورات هيك القصص. عن جد يعني حبينا الفكرة. خلونا ننتقل معكم لأولى فقراتنا. طنين الأذن هو حالة شائعة ممكن تصير مع غالبية الأشخاص، وممكن أيضاً إنه هي تكون حالة عابرة بتزول خلال فترة قصيرة، ممكن ببعض الحالات إنه تتكرر وتبقى لفترات طويلة، وهذا الشيء أكيد بيرجع لأسباب حدوث الطنين اللي لازم هيك نكون نحن عارفانينها لنعرف بقى كيف نعالج الموضوع. تماماً، أقول لك أسبابها. تفضل. عم تطن إذنك اليمين ولا اليسار؟ مين عم يحكي عليك؟ مين عم يحكي عليك؟ يا بالمنيح يا بالسيء. هاي هيك بنقول نحن بالدارج يعني بالقصص الشعبية، ولكن فعلاً في قصص طبية ممكن تكون خطيرة نوعاً ما، وممكن تكون عابرة وسطحية. كرمال هيك رح نتعرف على أسباب طنين الأذن وطرق علاجها، رح نحكي كمان عن الأغذية المساعدة بتقوية الأعصاب يلي بتعصب الأذنين بشكل عام، مع اختصاصية التغذية الدكتورة ثواب الغبرة. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك يا ورد، يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا فيكي دائماً معنا دكتورة ثواب. يعني احنا حنفوت اكيد هيك نحكي على الاغذيه بشكل موسع، بس بدايه لكل حدا هيك عم يتابعنا نشرح اكثر عن طنين الاذن بمعناه الطبي خلينا نقول، وابرز الاعراض او الاسباب الشائعه. احلى شيء حكيته انه بالفعل عرف السبب وعالج، لان الطنين عرض. تمام. لكن ليش حكينا عليه طنين الاذن؟ مثله مثل اي شيء اللي كنا نحن بنشتغل عليه كضغط دم وسكر دم وهالقصص، لانه لاثاره السلبيه على الجسم اذا كانت على المدى الطويل. طنين الاذن على المدى الطويل بيفقد الانسان نومه. طنين الاذن على المدى الطويل بيفقد الانسان الاسترخاء تبعه. طبعاً. يعني مشاكله كثير كبيره على المدى البعيد. وبعدين مشكلته انه انا هلا ممكن اعطي وصفه اذا كان السبب طنين الاذن غير هذا، أعطي الوصفة المعاكسة لها. أي تشخيص غلط لطنين الأذن ممكن يدهور الحالة. تمام. فأنا مش بلاقي مثلا طنين الأذن العلاج الصيدلاني الشائع، إذا ما عرفت سببه صح أنت فتت بمتاهة كثير لها أول ما لآخر. طبعا. أهم شيء بالنسبة لي كأسباب، نحن بنقول تبعات شيء اسمه في عنا هرم النهاية العصبية للعصب السمعي، التكلس او ترسب الاملاح على عظيمات السمع، والشيء الثاني سرعه تدفق الدم داخل العصب او المجرى السمعي. هالثلاث اسباب هي اذا عرفت من وين جاي الطنين ومشاكل الخلل تبعهم، علاج هذا يختلف عن علاج هذا 180 درجه. وهون بقى بدنا نبلش نركز انه انسان عم يعمل علاجات مزمنه للطنين وما عم يلاقي حل لها، حتما بيكون عم يشخص غلط ل الأذن تبعه. فعلى سبيل المثال إنه نحن عنا أحياناً ركود الدم داخل منطقة المجرى السمعي والأوعية الدموية اللي بتغذي العصب السمعي قد يسبب ترسب أملاح على هذا المجرى. تمام؟ إعطاء موسعات أوعية دموية أكثر اللي هي العلاج الشائع للطنين والأمور هي بيعمل له ترسب أكثر للأملاح بهذا المجرى، فبيزيد الطنين بزيادة. النقطة الثانية عندنا يا هرم النهاية العصبية. هرم النهاية العصبية بدنا نشتغل على النواقل، ما بقى نشتغل على شيء اسمه فقط انه انا زود بس التروية والتروية والتروية، في ناقل غايب عني اياه ما عم يعطي الإشارة السمعية صح. فهذا بيسبب حركات مثل سمع صدف البحر والأمور هي كلياتها، هي بتلاقي كمان عندي مشاكل إذا ظهرت خاصة بفترة النوم. فترة النوم تصوري واحد عم يوشوش بيقدني طبعا يعني مزعج الموضوع، حالة ما ولا بيقدر الإنسان يسترخي فيها هي الحالة هي. فعلى الأساس هذا جاي نعمل الحلول. تمام. تمام. وبدنا نأكد بالبداية إنه نحنا لازم أول خطوة نعملها نتوجه إلى طبيب أذن أنف حنجرة. طبعاً. نشخص العصب السمعي، نشخص مجرى السمع، طبيب الأذن أنف حنجرة بيوصف لنا العلاج والدواء الصحيح، ولكن الأغذية بتدعم موضوع جودة السمع، و خلينا نقول نبعد هرم العصب السمعي. يا سلام. شو علاقة الغذاء بأعصاب الأذن؟ يا الله يا لطيف، شو له علاقة؟ في شيء هلا حنصنفه على ثلاث اصناف. اذا انا نفرض كان سبب طنين الاذن انا من ترسب الاملاح داخل المجرى السمعي، فاول شيء لازم هون ساعتها بلش بقى بلش حط قطيرات عندي اياها، من قطيرات عندي زيت القرنفل، هي الماده هي رائعه جدا بالنسبه لنا، بتحاول انها تحرك زيت القرنفل، زيت حامي. فنحن شو بيساوي هذا زيت القرنفل؟ بيحرك الدوره الدمويه اكثر،
وبيروح الأملاح شوي المترسبة على المجرى السمعي مع ترسبات بسيطة. أوكي. بس أنا مو يعني أنه أنا خلي إدني مثل ما بيقولوا مطربان مطبخ تمام. كل شوي شوي نقط فيه. تليين المجرى العظيمات السمعية بيحتاج أنه أنا أعمل تقطير بإدني يوم وريحها يومين تماماً، حتى أنا لأنه نحن في عنا صماغ ومادة الصمغية تبع الهي ما بدنا نذوبها بشكل كامل، وما بدنا كمان نوقف نحن عنا أيام تصير الأملاح ترسبها عالي. الشيء اللي بيهمني أمره كأكل وشرب بالنسبة لأنه بهيك حالة، الماء والليمون مزيب لأي أملاح بالدمويات تبع المجرى السمعي. إذا انتقلنا إذا كانت المشكلة عنا ياها اختلافات ضغط، يعني نحن ممكن يكون يصاب الإنسان بطنين بالأذن بانخفاض ضغطه، وأحياناً يصاب بعند ارتفاع ضغطه. إذا كانت أحد السببين معالجة هذا الموضوع، لنفرض ارتفاع الضغط عنا كمان مادة زيت الثوم عنا ياها كتير رائعة، أو هرس الثوم قطيرات ثوم وحبوب الثوم المجففة وأكل الثوم تازة عنا ياها رائع جداً لتنظيم الأذن. في حال عنا عندي ياها كان مشكلتنا نحنا ارتفاع الضغط الشرياني هو اللي عم يسبب الطنين الأذن، هون ساعة الموسعات الوعائية الدموية والمرخيات العصبية بتفيدنا بهالحالة. تصوروا هاي الحالة الوحيدة اللي بتفيدنا فيها، وهي تعالج لمعظم حالات طنين الأذن بالعالم الصيدلاني في حال شخص هذا العرض بشكل غلط. هلأ اللي أهم من هيك، إذا كان عندي كمان مشكلة تروية لهذا المجرى السمعي أو العصب السمعي، نحن من أحد أسباب الرهيبة جداً عنا ياها لشيء اسمه طنين الأذن هو نقص التروية ساعتها ومشاكل عضلة الرقبة. قد يجوز يكون ديسكات فقرية، يعني عندك يا منطقة فقرات الرقبة هي اللي عم تسبب طنين الأذن. تدليك بسيط لمساج الرقبة، علاج الانقراصات نحن اللي بتأثي على ضغط فظيع على عصب التوازن وعلى العصب السمعي، هذا كتير مهم بالنسبة لنا. وضع قليل شوي من العلك شوي اليابس وعلك المنطقة الحنكية بتضخ الدم على منطقة المناطق اللي هي اللي بلشت اللي هي النهايات العصبية تبع اللي عم يصير فيها الطنين أو الحركة، وبتبلش تتحسن الحالة. هي لكل الحالات، يعني اللي عنده يا الموضوع دائم واللي عنده يا مؤقت ولا الأمور اللي نحن عم نحكيها. الطنين اللي هو المستمر إذا كان في رجل كبير السن وهالأمور هي، نحن بعد ما يخططوا السمع ويشوفوا في إشارة واضحة هي إشارة ناتجة عن عدم أبداً ظهور عامل خارجي، فهاد هون بقى بدنا نبلش نشتغل على النواقل العصبية تبع النهايات العصبية. أوكي. للطنين. الطنين تبع ناس الانقراصات، ناس تبع ارتفاع الضغط يزهق، يعني بيروح وبيجي. بيروح وبيجي. لكن المشكلة الكبرى عند كبار السن، يعني ما بتتخيل هو يكون عصب السمعي كمان ضعيف وبناقصه كمان خط موجة تشويش. صح. فما بتتخيل على كبير السن قديش مزعج انك تقول له انه ضعفان سمعك، لانه السمع مرتبط جدا بالوعي وبعملية الادراك وبعملية الهي ارتكاسات، فما بتتخيل قديش مجرح لشعوره للانسان. لكن رح نحكي عن ملاحظة صغيرة انا بتمنى يعني بحكيها لإلي وقبل لغيري، يعني وضع السماعات المستمر بالأدنية، يعني الإشارات اللي هي عبارة عن ما بقيم استخدام الموبايل بإذن وحدة، مو غلط أبداً جداً إني أفتح السبيكر، يعني أنا أستأذن المكان اللي أنا حتى ولو كان في خصوصية المكالمة. لا تنتبه كم ساعة عم يقعد الموبايل على إذنك. على فكرة دكتورة، يعني أنا هاي القصة كتير بدقق عليها، نحن كمذيعين صح نحن بنستخدم هاي السماعة أحياناً لنتواصل مع الكنترول، فأنا كل شيء بنقلها من أذن لأذن. صح، أوقات بحس عن جد إنه أذني اليمين ما عم بسمع فيها مثل أذني اليسار، طبعاً يعني لأنه دائماً لأنه إشارتين مختلفتين. صح. اختلاف الإشارة بإذن خاصة الناس شغلة هيك، يعني كمان بدك تروحي بي لازم نحاول إنه بتكنيك معين نبدل لأذن ثاني حتى ما نظلم أذن على حساب أذن. وجود إشارتين على منطقتين متناظرتين كتير بيضعف العصب السمعي على واحدة مقابل الثانية. بس حخلص فكرة الكبيرين السن ونفوت كيف نحن نقوي سمعنا بالأغذية. هلأ نحن وقت بنفوت على كبار السن، الكبار السن اللي بيهمنهم عندي إياها نواقل معينة مختفية من نهايات العصب السمعي، فهذا أهم شيء لإله مادة اسمها الحلبة. الحلبة حتى كتير بتفيد كبير السن، قد يكون كبير السن مصاب بسكر أو بشيء معين،
الحلبة خافضة لسكر الدم، وبتعمل على تصنيع عدة نواقل عصبية لإلغاء إشارة التشويش تبع الطنين. النقطة الثانية تزيد، لأنه غالباً كبير السن بيكون عنده تكلس بأنزيمات السمع، وبيكون عنده شوية أملاح، وبيكون عنده بالنسبة لنا عندي إياها مشكلة النواقل. فنحن حبوب الحلبة المطحونة في حال في الناس ما بتحب تشربها، أو الحلبة رائعة جداً لإيقاف شيء اسمه عندك إياها إشارة الطنين. كمان بذور الخردل تعمل على صناع بعض النواقل العصبية الهامة للنهايات العصبية، والمشروب الساخن لنبات اسمه المردقوش، هذا بيرفع النواقل العصبية منها السيروتونين، فبتعمل إشارة صحية أو صحيحة للمجرى السمعي. هدول أهم العوامل اللي بيهمني أمرها، لكن برجع بعيد فكرة إنه شخص صح طنينك منين جاي، من الرقبة جاي، من التكلس، من الأملاح، من اختلاف ضغط الدم. لازم تعرف ضغط عالي، ضغط واطي، علاج الضغط الواطي غير علاج الضغط العالي، نقص تروية، هي كلها أشياء تسبب. لكن أفضل شيء بطنين الأذن استمرار طنين الأذن من دون أي حل، فهذا هو اللي بيعمل مشاكل بالشحنات الساكنة بالدماغ عند المصاب. تمام، يعني مشان هيك نكون استغلينا الوقت كامل، خلينا نحكي لكل حدا اليوم فينا، يعني نحن عم نعمل كثير عادات خاطئة، فدائما اللايف ستايل أساسا لما نغيره هو الأساس لحتى الواحد يعني ما يوصل لهي المراحل المتقدمة بعدين. وبالإضافة حكينا إنه التغذية تلعب دور كثير كبير، شو الأغذية اللي ممكن تقوي السمع؟ يعني شو في مكملات غذائية كمان ممكن ناخذها؟ الله أعطيني سمع قوي بالنسبة لي نعمة، هي أهم شيء إذا بدي حافظ عليها للعمر كله. أهم شيء لمادة السمع عندك ياها أو للعصب السمعي فيتامين إي. فيتامين إي طول ما أنت مثلاً عم تطلعي تاخدي 4-5 زيتونات صباحاً بفترة الفطور، عندك اللوز هي المادة رائعة، كل أسبوع تقطير بسيط بزيت اللوز الحلو بيقوي العصب السمعي، كمان زيت القرنفل بيزيد تروية نهايات العصب السمعي. العصب السمعي بحاجة إلى أنه مثلاً الأذن الضعيفة، أنك أنت مثلاً حالي أنك تسكري الأذن الأقوى وتقوي عندك إياها. هدول الزيوت نحن عم نحكي كيف بس الاستخدام؟ يعني بقطارة صغيرة. هلا لنفرض أنا ما بعرف بزيت الزيتون، أنا شوية كبش قرنفل، ما عندي زيت قرنفل بالبيت، كبش قرنفل بدقه تماماً وبحطه بزيت زيتون لفترة مدة بين 48 ساعة ل 72 ساعة، وبيتقطر بياخذ المادة الفعالة تبعه. وفي زيوت تبعات زيوت القرنفل اللي بنحطها على الاسنان مسكن الالام، هي رائعه. في عنا الاكل اللوز والزيتون. والنقطه الثانيه برجع بقول الانسان اللي بيعرف ينام صح بيسمع صح. اهم شيء لتغذيه الاذن السليمه هي النوم الصح. هلا بكل شيء النوم رائع جدا، لكن الاذن كثير بترتاح. اخر عضو بينام بجسم الانسان كاعضاء حسيه هو الاذن، بصوره الكهف وضربنا على اذانه فناموا سنين. طول ما الانسان عم يسمع ما في نوم له. اخر عضو بيسكت وبينام بجسمه هو فلذلك ربطوا العلماء النوم بالاذن. عندك نوم صح ارتاحت الاذن صح، اما طول ما عم ينام وبطول القلق بالنوم فهو اذنه وعصبه السمعي عم يتعرض للتدمير بشكل تدريجي. فهي اهم شيء نصائحي بالنسبه لنا، ومو غلط ناخذ الحلبه، ناخذ الثوم عندك ياها، هدول المكملات تبع فيتامينات بالاخذ تبعها لازم يكون بتوازن. اذا ما عندي نقص بفيتامينات بي مو نضرب وناخذ يعني مكملات غذائيه عشوائيه، ونروح نحن نعمل حقل تجارب. وكمان بيصير وصفات شعبية ما لها مدروسة، يعني الدكتورة اللي كانت عم تحكيه هو شيء ما له كتير أثر سلبية إذا تم أخده بعين الاعتبار. وأول ما يحس الواحد طبية عم يبلش يضعف إذنه يروح يفحص عندك يا كيف مثلا جودة عصبية. طبعاً يروح كيف يفحص عينه كله. لا يستهين بهالحاسة هي الرهيبة. تمام، إن شاء الله إن شاء الله يا رب الصحة والسلامة للجميع. شكراً لمعلوماتك اللي شاركتينا فيها، ونتمنى يا رب هيك الفائدة تكون وصلت لكل الناس. أهلا وسهلا فيك.